السلام عليكم. اليوم عنا أفكار كتير، تابعوا الفيديو من البداية للنهاية وكل فكرة بفكرتها لحتى تستفيدوا. إذا ما استفدتوا من أول فكرة، أنا متأكدة رح تستفيدوا من الفكرة التانية أو حتى التالتة. المهم رح تطلعوا من الفيديو مستفيدين على كل الأحوال وعندكم معلومات كتير مهمة. وإذا حابين دايما يوصلكم مني كل الفيديوهات، ما عليكم إلا أنكم تشتركوا بالقناة. بسرعه انزلوا لتحت لاسفل الفيديو في كلمه سبسكرايب او اشتراك، اكبسوا عليها، فعلوا الجرس واكبسوا على كلمه الكل. بهذه الطريقه بتكونوا انضميتوا لعائلتنا الكبيره وكل الاشعارات وكل الفيديوهات راح توصلكم. بدايه احبائي، الفكره الاولى فكرتنا كتير مهمه وناس كتير ما بيعرفوها. في ناس بيعرفوها وفي ناس ما بيعرفوها. عندي هون رماد السيجارة، مثل ما شايفين اكيد انا ضد التدخين وما بشجع ابدا على التدخين، وبتمنى كل حدا عنده هيدي المشكلة انه يتركها، لانه التدخين مضر بالصحة. بس نحنا منقدر نستفيد من رماد السيجارة، رح نحط عليه ليمون الحامض ورح ينتج عنه مادة تانية. المادة التانية رح تنتج عنا رح نقدر نستخدمها باستخدام ما بيخطر على البال. خليني فرجيكم كيف. رح شيل هيدول ما بدي اياهم، رح جيب ليمون الحامض ورح باشر بعصرن فوق رماد السيجارة. نقربهم هيك شوي على بعض. بسم الله، شفتوا صاروا يفوروا عندي؟ شفتوا؟ طيب مجرد ما انه يصير هيك شو بعمل؟ بجيب حيلا قطعة ذهب موجودة عندي بالبيت، حيلا قطعة ذهب تكون كتير قديمة. انا عندي هيدا المحبس، شفتوا لونه باهت كتير قديم، رح شيله ورح حطه مباشرة بقلب رماد السيجارة والليمون الحامض اللي انا عملتهم، ورح افركه بهيدا الشكل. رماد السيجارة وليمون الحامض بيلمع الذهب، شفتوا بهيدي الطريقة لونه باهت كتير، إله زمان ولمعته صايرة بالمرة، يعني ما عم يعطي هاللمعة. ف عملت هيدي التجربة ونجحت معي 100%. لاحظتوا اللمعة؟ إذا هيك وبعده ما غسلت وعم يلمع. إذا هلأ عندكن محبس، عندكن خاتم قديم، عندكن مثلا سنسال ذهب كتير قديم، بسرعة اعملوا هيدي الطريقة وراح تستفيدوا بشكل كتير كبير. هلأ رح غسله، رح غسله ثواني وفرجيكن كيف حيصير. غسلته بالماي، شفتوا اللمعة؟ شفتوا منا لمعة؟ رجعت اللمعة. طبعا انا فركته كتير منيح بين رماد السيجارة وليمون الحامض، شفتوا هاللمعة؟ لمعة غير شكل لتلميع الذهب. كمان عنا للفضة، لانه انا متأكدة كتير رح يسألوني عن كيفية تلميع الفضة. هلأ رح فرجيكن على هيدي الطريقة، سهلة جدا بسيطة كتير، رح يصير عندكن الفضة بيبرق برق. شوفوا شو رح نعمل. عندي هون ورقة ألمنيوم، رح نعملها بهيدي الطريقة. شفتوا كيف؟ رح حط الفضة بقلبها بهيدا الشكل، رح حط عليها كربونات الصوديوم، الكربون العادية اللي منحطها على الفاصوليا قبل بنهار، ورح حط عليهم مي مغلية. مي مغلية مثل ما شايفين، وبسكر بهيدي الطريقة وبتركها لمدة ربع ساعة. خليها ربع ساعة هيدا الشكل. بعد ربع ساعة رح نفتحها ورح نشوف كيف رح يبرق برق. وبحال ما في عندكن الكربونة، فيكن تحطوا بكل بساطة البيكنج باودر، خميرة الحلويات، كمان مع المي المغلية، وضروري تنحط بورقة ألمنيوم صغيرة.
بعد ربع ساعة نفتحها. شوفوا الفضة، لايكوا الجمال، لايكوا اللمعان، شفتوا؟ شفتوا اللمعان؟ هلأ قوموا اعملوا الطريقة وخلي عندكم الفضة يلمع لمع. تلميع النحاس، انه معقول نلمع الفضة ونلمع الذهب والنحاس ما نلمعه؟ اليوم رح اعلمكم على فكرة لتلميع النحاس. انا متأكدة كتير من الناس بيبحثوا عن فكرة تلميع النحاس. فكرتنا جدا بسيطة، من ليمونة حامضة بدنا نرميها بنقدر نلمع النحاس، بس بنعمل بهيدا الشكل. لايكوا كيف مغامق لونه، كتير غامق. منصير منفرك بهيدا الشكل النحاس، شو ما كانت نوعية النحاس الموجودة عندكم، نحاس احمر، نحاس غامق، نحاس الاصفر، كله الحامض، الليمونة الحامض بتلمع النحاس. نفركها كلها بهيدا الشكل وبتنتركها تقريبا شي ربع ساعة لنص ساعة، وبنرجع طبعا نجليها جلي عادي، وبصير عنا النحاس بيبرق هيك. بصير يعني الليمون الحامض معروف بتلميع النحاس. حأتركها لحتى طبعا فرجيكم بعد شوي كيف حتصير. وهون عندي النحاس مثل ما شايفين صار عم يبرق برق. شفتوا؟ شفتوا الرغوة السوداء كيف طلعت؟ هلأ منليفه تليف عادي شوي صغيرة، وبتصير عندي بتبرق برق. هون أنا غسلته، شفتوا اللمعان؟ لمعان أحبائي غير شكل. هيدي الفكرة كمان مهمة كتير للناس أو للسيدات اللي بيصبغوا شعراتهم بالبيت. كتير منهم بيعانوا، خاصة اللي عندهم شاب بيستخدموا الصبغة الغامقة السوداء كرمال يغطوا الشاب فيها. فالمشكلة الكبيرة اللي بيعانوها انه ممكن الصبغة تصير على جبهتهم من تحت، يعني وقت يغسلوا فبيصير في الجبهة كلها فيها لون اسود، بدها شي 3 ايام 4 ايام لتروح. بالغلط اكيد بيصير هيدا الموضوع. فما عليكم الا تجيبوا رماد السيجارة وشوي صغيرة من الشامبو، رح احط شوية شامبو مثل ما شايفين بهيدي الطريقة، ومنجيب قطنة وبنعملهم بهيدا الشكل. شفتوا كيف؟ وعلى الجبهة، يعني ساعة ما نحنا نصبغ وبدنا نغسل نفس الساعة، مش بعد يومين ثلاثة، لا نفس الساعة، ومنصير بنعملها بهيدا الشكل مبروم. بهيدي الطريقة بيصير بيدخل إلى داخل الجلد بطريقة المبرومة، وكل التصبغات الموجودة بسبب الصبغة الغامقة كلياتها بتروح. تقريبا بتخف 80% من الصبغة الموجودة على الجبين او حتى الموجودة على الدينان. ففكرة مثل ما شفتوا بسيطة جدا، كمان من ولا شيء، رماد السيجارة وشامبو موجود عندنا بالبيت، قطنة او كلينكس، نقدر نعمل احبائي هيدي الطريقة. جربوها ومش رح تندموا ابدا. هيدي افكاري احبائي لليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم. خبروني حضراتكم من اي بلد هيدا الموضوع، بيسعدني جدا. ما تتخيلوا وقت تكون عم بقرا الكومنتات شو بيسعدني هيدا الموضوع، انه انتم من اي بلد عم بتشوفوني. انا هلا احبائي بدي ودعكم مع تحيات، انطروني ان شاء الله بالحلقة بكرة. هلا بدي ودعكم، الى اللقاء.